جابر؟ ايوه جابر يا قلبي جابر. ايه اللي جابك هنا؟ قلبي وانت خابره. بعد عني، بعد عني يا خمرات ابوي. ايه اللي جابك هنا؟ مش كفايه اللي عملته فيا انت وخواتك؟ خواتي؟ وانا مالي ومال خواتي؟ مالك مالهم؟ ما حدش له صالح بيا. فارقني، فارقني كيف ما فارقت البلد كلها من جرايركم. توح انا عايزه اتجوزك. تتجوزني؟ ما قدرش اعيش من غيرك يا توح. بعد عني يا جابر، بعد. كفايه اللي عملته فيا. اعوضك عن كل حاجه. تعوضني؟ تعوضني عن ايه ولا ايه؟ تعوضني عن حياتي اللي انتهت من قبل ما تبتدي؟ تعوضني عن ايه؟ ده انتوا اتلميتوا عليا ونهشتوني كيف الديابة. انت وخواتك ضيعتوا شرفي، وجاي دلوقتي تقول لي عوضك؟ جاي ليه يا جابر؟ جاي ليه؟ جاي تخلص عليا؟ على اخر حتة فيا ما دقتش القلم؟ عايز مني ايه؟ فارقني يا جابر، فارقني. مش من هنا. مش قادر. مش قادر. مش قادر. من هنا. يا سنة سوخة، إسان، أمال أنا سيباك عندك يا راجل بتعمل إيه؟ روح يا شيخ منك لله، أشوفك يوم أنت وتوحيدة بقى يا راجل كده. يضحكوا عليك؟ أه طبعاً، لقوك طيب استكردوك وضحكوا عليك. طب أنا جاية لك بكرة، ما توجعش دماغي. خلاص سلام، اقفل السكة، اقفلها يا ساتر. هو مين ده بقى اللي هتروحي له بكره يا لواحظ؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ يا ستي انا لا بهرج ولا حاجه، انا لازم اسافر بكره البلد طوالي. الله يا اختي الوليه توحيده سرقت من عندنا بطاطين استكوفي. قالوا تقول لي شوي شوف البجاحه ان دول بتوعي. بتوعها منين الوليه يا اختي؟ يا نهار ابيض على كده يا اخواتي، وانت عارفه شوقي لا بيحل ولا بيربط. رحت انا جايه له ايه؟ انا جايه هعمل ايه؟ والله تصدقي بالله، تصدقي بالله ان انا اللي مستكوفيه منك؟ يا شيخة حرام عليكي، انت جاية في ايه وماشية في ايه؟ بقى جاية امبارح وعايزة تمشي بكرة وعشان ايه؟ بطتين مستكوفي؟ اقعدي، وانا يا اختي هجيب لك جوزين بط مستكوفي خديهم معاكي وانت مروحة. ولا مستكوفي ولا بلدي ولا فرنجي ولا بط ولا ويز. خوخة قومي وضي بالحاجة يلا عشان بكرة نسافر بالسلام. برضو؟ برضو يا لواحظ؟ يا لواحظ عالي وبطلي، سفر ايه وجنان ايه؟ انا لسه ما شبعتش منك ولا من العيال. يا اختي ما انت سامعة الكلام، ما انت شايفه الخيبه اللي في البلد. الله، ما يعني يعني هو كل اللي بقوله ده ايه؟ الراجل عمال يسرق بيسرق بيسرق وبيضحك عليه. ما تقولي يا بيه انت مش قاعده قاعده كده، هو بتنسى معايا وبيفز. يلا وضبي الحاج. انا مش ماشي. هو جوزك عايزك انت ولا عايزني انا؟ شوف البيت. خلاص سيبيها لي، سيبيها لي وانا هجيبها لك انا وحسين لغايه عندك. ايوه انا هرجع مع عم حسين وقت ما ارجع. الله الله، والله تمرض فيك الربايه يا بنت بطني. ما هي بصراحه حاجه طمرت يا لواحظ. ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ جايه امبارح وعايزه تمشي بكره. هلا في ايه؟ انا مش بعتش من العيال. سيبي لي البيت والله قسما عظما لا هخش لك بيت ولا عايزاكي كمان تخشي لي بيت. هي نكفه اللي بتقولي ده؟ ايه اللي سمعتي يا لواحظ؟ ما هو مش معنى انك مطيوره عايزه الدنيا كلها تمشي وراكي. ها قلتي ايه؟ هتسيبي لي البيت ولا نقطع من بعض ونفضها سيره؟ لا خلاص. ايه يا ميمي ده؟ انا مش هاخد البضاعة دي. ليه بقى ان شاء الله؟ انا موعدة الستة اجيب لها قطن محلاوي وفسكوس منقوش ومنقط، اقول لها ايه دلوقتي؟ ما هو الشغل كده، لازم يبقى فيه حلو وفيه وحش. يا سلام، يعني انت عايزني اشيل الشلة دي كلها وانا عارفة ان نصها مش هيتباع؟ ما يا بنت الناس، لو الشغل الوحش ما اتحطش، الحلو مش هيبان، انت اصلك جديدة في الشغلانة. بص عليك يا ميمي. يعني لازم اوجع دراعي وقت ظهري واشيل الشيله دي كلها واتبهدل؟ تمسكني بقى من ايديا اللي بتوجعني. بس هو الشغل كده يا وزه. طب ما ينفعش يعني الشغل يخف شويه عشان خاطر مصلحه صاحب الشغل؟ عشان خاطر سواد عيونك بس، مش هتبقى كل مره. الم البقجه يعني؟ لمي. بس اهم حاجه ما تبقيش كاش خالص، كله قسط. الله، وافقت الوليه عايز تدفع كاش، اقول لها ايه؟ اقول لها لا؟ اتحجج لها باي حاجه، قول لها صاحب المحل متخانقه معاه ومش عارف اورد له فلوس،
خايف اشيل فلوس كتيره معايا وتروح البيت، اي حاجه، المهم تبيعي قسط. انا عايز افهمك الشغلانه، القسط ده هو اللي بيجري رجل الزبون، يعني كل ما تروح تحصل قسط تبيع لك حته او حتتين. ده في ناس بتبقى متاخره على القسط بتاعها وبتشتري عشان مكسوفه، وفي الاخر كله بيتباع والبضاعه ما تتركنش. فهم، ماشي، كله بالقسط يا اخويا، ما تخافش. بقول لك ايه؟ خش هاتي السارك كده من المخزن لحسن نسيته. الايه؟ السارك جوه في المخزن هاتيه. سلام تشوف يا اخويا، ما السارك اهو تحت البقه بقى. كده برضو يا ميمي عليا انا الحركات دي؟ عايز تغرغر بيا؟ نغرغر ولا حاجه، اعمل ايه بقى؟ ما انت مش عايزه تبصي لي بصه حتى وتبص على المخزن. يا ميمي يا ميمي، قلت لك اصبر، الصبر جميل يا اخويا. حاضر، ادينا صابرين يا اختي. يلا اسق عجل انا بقى. سلام سلام، باي باي. تسلا. شكلك هتتعبيني قوي يا ويز. انا بحبك قوي يا توح. انا ما عنديش اخوات بنات، اخواتي الولاد كلهم بيضايقوني، بيرخموا عليا. انا كمان بحبك قوي يا رشا، بحبك زي ما تكوني اختي او كمان بنتي. بقول لك ايه، احكي لك حكايه. احكي لك حكايه ايوب ونعس. انت حكيتيها لي قبل كده. طيب احكي لك حكايه ابو زيد الهلال. ابو زيد الهلال يمين. طب احكي لك حكايه ايه؟ طب ما تحكي لي حكايه صعيدي. حكايه صعيدي؟ طب اسمعي يا ستي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت حلوة طالعة للدنيا، وكان عنديها غيط كبير. يا بنت، أنت من ساعة ما جيت البيت مع جوز أختي وأنا ما قدرتش أشيل عينيا من عليكي، وقلت في بالي معقولة في بنت حلوة كده في الصعيد؟ بزيدك بقى يا سي حسني. بزيد ايه يا بت؟ انت ما عرفاش قيمة نفسك ولا ايه؟ ده انت احلى واحدة في الناحية دي كلاتها. صحيح، والنبي يا سي حسني، انت شايف احلى واحدة؟ وانا بس اللي شايف؟ ده الناس كلاتها شايفة وبيجوا يتقدموا لي، بس انا بقول انك مخطوبة. بس انا مش مخطوب. امال عايزاني اقوليها على البت اللي قلبي عشيها وهتجوزها؟ يا لهوي يا لهوي، بزيدك بقى يا سي حسني، أبوس على يدك. أنا جدتي بتتلبش بكلامك ده ومفصلي بتسي. أنا اللي جدتي قايدة نار. عاد الشر عليك، إن شاء الله عدوينك يا سي حسني. خايفة علي يا بت؟ أنا بديك بعيوني. تسلم لي عيونك، بس أنا مش محتاج عيونك دلوقتي. أنا عايزك تطفي النار اللي جايدة في جدتي لحد ما بيع المحصول واجي أقدم لأبوكي. يعني ما فهماش حديثك ده؟ ما فهماش إيه؟ طب تعالي لما فهمك في ودنك.